وسيدنا ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، وقد جاء يوما وقد تغير لونه ونحل جسمه، فسأله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ما بي من وجع، ولكني ذكرت الآخرة وقد مضى يوما لم أرك فيه، فاشتقت إليك، فكيف حالي في الآخرة؟ إن دخلت الجنة أكون مع العبيد وأنت مع الأنبياء، فلا أراك أبدا، وأنا لا أصبر عنك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فانظروا نتيجة المحبة المقرونة بالطاعة،